المطلوب منا الآن هو إيجاد الجذر التربيعي لمئة. دعوني أكتبه بخط أكبر. إذن الجذر التربيعي هو عبارة عن هذا الرمز، الجذر التربيعي لمئة. عندما ترى شيئا كهذا فهو يعني الجذر التربيعي الموجب، وإذا كانت الأعداد السالبة مألوفة بالنسبة لك فستعرف أن هناك جذر تربيعي سالب أيضا، لكن عندما ترى هذا الرمز يكون المطلوب هو الجذر التربيعي الموجب. لنفكر إذن في السؤال، حيث أن المطلوب هو إيجاد عدد موجب بالطبع، عندما أضربه بنفسه سأحصل على 100. إذن ما هو العدد الذي إذا ضربته بنفسه سأحصل على 100؟ حسنا لنرى، إذا ضربت 9 بنفسها يساوي 81، وإذا ضربت 10 بنفسها سأحصل على 100. إذن هذا يساوي، واسمحوا لي أن أكتبه بهذه الطريقة، في الوضع الطبيعي يمكنك تجاوز هذه الخطوة، لكن يمكن أن تكتب هذا كجذر تربيعي بدلا من 100، حيث 100 عبارة عن 10 ضرب 10، وتعلم أن الجذر التربيعي لعدد مضروبا بنفسه سيساوي العدد نفسه، إذن هذا يساوي 10. إذن الجذر التربيعي لمئة هو 10، أو يمكنك أن تكتب هذا بطريقة أخرى، أعتقد أن هذا نفس 10 للقوة 2، أي 10 ضرب 10 ويساوي 100. انتهينا.